السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ في الفيديو اللي فات وصلنا لحاجة ان احنا حطينا التايم والسين بحيث ان التايم هو اللي عملنا له ديسبلاي على الشاشة دلوقتي، ان هو ايه موجود على يمين الفريم اللي تحت زي ما احنا شايفين كده. ولكن في مشكلة حاصلة هنا في الريكورد، ان المفروض الفريم ده يتمدد تحت بالشكل ده ويبقى التايم على اليمين هنا. طيب تعال نشوف المشكلة دي ظاهرة ليه في الريكورد. زي ما انت شايف في الانيت شات هنا احنا كنا بنضيف التكست، انما هنا كنا بنضيف الريكورد. زي ما انت شايف الريكورد كان متقسم لثلاث حاجات، ان انا معايا كولوم 0 محطوط فيه زرار البلاي، كولوم 1 محطوط فيه السلايدر، كولوم 2 محطوط فيه الليبل بتاع التايم اللي هو بتاع الديوريشن يعني. طيب زي ما انت شايف انا معايا ثلاثة كولومز بالشكل ده كده، يبقى انا محتاج اقول للفريم اللي هو اللور فريم ده، انا محتاج يحصل لك كولوم سبان بثلاثة، صح؟ يعني هكتب هنا كده كولوم سبان ايكوال ثلاثة بالشكل ده كده، صح؟ تمام. بس ده بالنسبة للريكورد، انما لو تكست يبقى المفروض كولوم سبان ده ما يبقاش بثلاثة. يبقى احنا المفروض نعمل هنا حاجة زي سبان كده، هنقول ان هي بثلاثة بالشكل ده كده، ثانية ثلاثة. وتعالى نقول ان انا لو مش ريكورد فالسبان ده هيكون بواحد، يعني ان هو مش هيتمدد على الثلاثة كولوم اللي عنده لان ده نص، انما لو ريكورد يبقى هو متقسم لثلاثة كولوم، يبقى اذا هو المفروض يتمدد على الثلاثة كولوم اللي عنده، يبقى هنا همرر له السبان بالشكل ده. فلو فتحت وجيت هنا هتلاقي فعلا اهو اتمدد معاك هنا، وده النص زي ما هو والدنيا تمام. طيب عايزين اللي يحصل تاني ايه؟ عايزين نحط السين في الجزء ده كده، طبعا لان الجزء ده بتاعي انا اللي برسل، فانا عايز اشوف رسالتي اتشافت ولا لا السين يعني. فالسين عشان احطها في الجزء ده هنا على الشمال هنا كده، دي المفروض احطها ازاي؟ زي ما انت شايف انا هاجي هنا تحت في اللور فريم زي ما في ليبل للتايم، هعمل سيلف دوت ال بي ال السين، وهم قايل ان هو سي تي كي دوت سي تي كي ليبل برضو، وهنحطه على السيلف دوت لور فريم بالشكل ده كده، وهنخلي التكست ان هو نقطة، يعني انا هعبر عن السين دي بنقطة بس وخلاص. النقطة دي لو لونها لون معين يبقى النص دلوقتي ما تشافش، يعني مثلا هخلي تكست كلر الديفولت بتاعه ان هو ريد مثلا، ده معناه ان النص ما تشافش، انما لو لون تاني ازرق مثلا ده معناه ان النص اتشاف. هنشوف الكلام ده دلوقتي. هنعمل ليبل سين دوت جريد، المفروض ده هيتحط فين؟ هيتحط طبعا في رو 0 لان كده كده هو ما فيهوش غير رو 1 بس. طب كولوم كام؟ المفروض هيبقى في كولوم 0 لان هو اللي هيبقى على الشمال، انما التايم هو اللي هيبقى ايه؟ هيبقى في كولوم 1، هيبقى هو اللي على اليمين بالشكل ده، بحيث ان انا لو فتحت وجيت هنا هتلاقي اللي حصل حاجه بالشكل ده كده، ان السين اصلا ما ظهرتش لان هي المفروض تبقى ريد، يعني احنا عاملين ريد، لكن بسبب ايه؟ بسبب الفريم اللي هو اللور فريم احنا مدين له هنا لون ريد برضو. تعال نشيل الكالر بتاعه وتعال نشغل ونضغط هنا، هتلاقي الدنيا تمام. زي ما انت شايف انا عايز بس البوردر اللي تحت ده يبقى ترانسبيرنت، الفريم اللي تحت ده اللي هو اللور فريم يبقى ترانسبيرنت، وياخد بوردر راديوس معين او كورنر راديوس معين يعني. فممكن نديله الاف جي كالر ان هو ترانسبيرنت، وتعالى نديله الكورنر راديوس بالشكل ده كده، هنقول ان هي كام؟ ان هي 10 مثلا، ماشي. وتعالى شغل كده وتعالى هنا هتلاقيها اظن ظبطت شويه، ولكن محتاجين نعمل باد اكس للنص المكتوب ده اللي هو الليبل. تعال نقول له باد اكس بخمسة مثلا، وتعالى شغل كده وتعالى هنا تمام. ولكن في حتة تحت هي ظاهرة، لو انتوا شايفين الحتة تحت دي هتختفي لو انا كبرت البوردر راديوس ده شوية او كورنر راديوس ده شوية، خليته مثلا 20. لو ضغطت هنا هتلاقي ان هي برضو لسه ما اختفتش. لو انا جيت هنا على الباد اكس بتاع اللور فريم خليته مثلا بسبعة، وجيت شغلت ماشي وجيت ضغطت هنا كده، هتلاقي تقريبا ان هي ظبطت، يعني الحتة اللي كانت تحت ظاهرة دي بقتش موجودة، فاظن ان كده تمام.
ولكن زي ما انت شايف السين ظاهرة في الجزء اللي على الشمال ده، صح؟ انا مش عايز السين اصلا تظهر هنا، انا عايز السين هي اللي تظهر هنا وخلاص. فممكن نعمل ايه؟ ممكن نسأل هنا على الليبل سين ده، هنسأل نفس السؤال اللي احنا سألناه فوق هنا، هو مين اللي بيبعت؟ لو انا اللي ببعت ساعتها انا هحط السين، صح؟ فهنا ده معناه ان الشخص التاني هو اللي بيبعت، انما ام معناها انا اللي ببعت، فلو هي ام انا اللي ببعت ساعتها هحط السين بالشكل ده كده، بحيث ان انت لو فتحت وضغطت هنا هتلاقي فعلا الدنيا ظبطت وتمام. ولكن هتلاقي ان ده نزل لتحت شوية كده. طب انا عايزه يبقى لفوق، فممكن نعمل ايه؟ يعني انا عايزه يطلع لفوق سنة، ممكن ندي الليبل بتاع التايم. فين الليبل بتاع التايم اللي هو ده؟ هنديله ان هو يبقى في النورث، النورث والايست بالشكل ده، بحيث ان انت لو جيت هنا هتلاقي ان هو برضو لسه تحت، انما ده هو اللي في النورث والايست. بسبب ايه؟ اظن بسبب ان هو الليبل ده واخد اقل سايز له، يعني احنا هنا مخليين الهايت ب5، تعال نخليه ب10 كده، او حتى ما نديهولوش، نشوف هو هياخد الديفولت بتاعه كام. يعني تعال نشيله خالص ونشوف هو هياخد الديفولت بتاعه كام، بحيث ان انا لو فتحت كده وضغطت هنا هتلاقي ظبطه وهتلاقي تمام كده. طيب يبقى احنا مش محتاجين بقى ان احنا نحط ال ان بالشكل ده اللي هي النورس، يعني ممكن نشيلها وتعالى شغل هتبقى تمام. ماشي كده، ناقص ايه بقى؟ زي ما انت شايف الناحية دي ظبطت خلاص، ان التايم هو على اليمين، ولكن الناحية دي المفروض يبقى زي ما انت شايف كده، السين على الشمال والتايم هو اللي على اليمين، الدنيا تمام. ولكن تعالى نكبر النص اللي مكتوب شوية. يعني مثلا لو النص اللي مكتوب اللي انا بعته اللي هو ام ده، تعالى نزود فيه شوية كلام شوية كده، وتعالى نضغط هنا وهنا، هتلاقي اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان السين بقت بالشكل ده، بقت في النص هنا، والتايم هو اللي على اليمين. اللي عمل ده ايه؟ اللي عمل ده نتيجة ان ده هو الكولوم اللي هو كولوم زيرو، ده هو الكولوم اللي احنا عاملين الويب بتاعه بواحد، وده كولوم واحد هو عاملين الويب بتاعه بزيرو، فده ما تمددش، انما ده هو اللي اتمدد والسين جت في النص. فممكن نعمل ايه؟ ممكن ندي كولوم زيرو ده اللي احنا عاملينه تحت نبدلهم، يبقى الويب بتاعه هو اللي بصفر، بحيث ان انت لو جيت هنا اللور فريم اهو هتلاقي ان انت معاك كولوم زيرو، كنا مدين الويب بتاعه بواحد، لا انا هخلي الويب بتاعه بصفر، انما كولوم واحد هو اللي هخلي الويب بتاعه بواحد، بحيث ان انا لو فتحت كده هتلاقي تمام كده، السين اهو ظهر معاك على الشمال، ولكن التايم موجود على اليمين، انا عايز التايم هو كمان يبقى جنبه على الشمال هنا. فدي عن طريق خاصية الاستيكي، بدل ما هي ايست هتبقى ويست، ولكن لو انا غيرتها خليتها ويست، التايم اللي هنا ده برضه هيجي ويست، هيجي على الشمال هنا. فعشان نحل المشكلة دي ممكن لما احنا بنيجي نسأل هنا نعمل حاجة كمان اسمها ستيكي الخاصة بالتايم. دي هتبقى في البداية ان هي ويست، يعني ايه؟ يعني لو ام، لو انا اللي ببعت فهيكون التايم ده على الشمال في الويست. طب لو الشخص التاني هو اللي بيبعت، لو اتش يعني، يبقى الستيكي بتاع التايم ده بالايست، هتبقى على اليمين. طيب وهناخد ستيكي تايم دي وهتتحط فين؟ هتتحط تحت هنا بتاع الليبل للتايم، بحيث ان انا لو فتحت كده وجيت ضغطت هنا هتلاقي الدنيا تمام، ظهرت معاك بالشكل ده كده والدنيا تمام. ولكن هيبقى في مشكله بقى بسيطه، ان زي ما انت شايف احنا قلنا العلامه الحمراء دي معناها ان هو مش سين، صح؟ طيب احنا عايزين نسال بقى الاول، هي العلامه دي هتكون لونها احمر ولا لونها ايه بالظبط؟ يعني ايه الكلام ده؟ فين السين؟ مش دي السين؟ فالمفروض هنا احنا هنسال، هنقوم قايلين اف ان الرساله سين، اللي هو هعرف منين ان الرساله سين ولا؟ عن طريق دي اللي هي ليست الشات اوف اي اوف سين بالشكل ده كده. طيب هل السين دي بترو؟ ساعتها انت هتعمل كلر، هتسميه كلر سين، هيكون الديفولت بتاعه ان هو ريد، يعني السين مش بفولس دلوقتي. طب لو السين بترو ساعتها الكلر هيكون ايه؟ هيكون اللون الازرق اللي احنا عاملينه للكاركتر العادي ده، اللي هو المفروض اللون اللي هو في حالة ان الشخص التاني هو اللي بيبعت، اللي هو اللون ده كده، صح ولا ايه؟ لا، ده اللون في حالة انا اللي ببعت، انما ده في حالة ان الشخص التاني هو اللي بيبعت، ده اللون اللي هو اللون الازرق ده، انا عايز اللون ده، بحيث ان هو ده اللون هيبقى بتاع السين. وهاجي هنا على الكلر سين ده، هاخده كوبي من هنا واحطه مكان الريد اللي احنا حاطينه ده كده، بحيث ان المفروض انا مخلي دلوقتي السين بتاعهم كلهم بترو. فانا لو فتحت كده
وجيت هنا هتلاقي فعلا اهي اللون بقى ازرق بالشكل ده، ده معناه ان هي سين يعني. طيب ولكن في مشكلة بقى اللي هتحصل، ان انا لو جيت كتبت كده اي حاجة يعني وبعد كده قمت ضاغط على سند، اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان هو ارسلها بالشكل ده ولكن ما حطش التايم ولا السين. نتيجة ايه؟ نتيجة ان بي تي سند كوم المفروض نحط فيه التايم والسين والحاجات دي صح؟ فاذا لازم ناخد اللور فريم من هنا كوبي مع حتة السين دي كده، هناخدهم من هنا كوبي وهيتحطوا فين؟ هيتحطوا في بي تي سند كوم. طبعا سند ريكورد برضو هيتحط فيها، ولكن دلوقتي انا عايز سند كوم في حالة ان انا كنت برسل نص اهو هنا كده، انا كنت برسل نص ماشي. فاقوم اعمل ايه؟ المفروض ان انا اقوم قايل حاجة بالشكل ده كده، ان هو عمل ايه بقى؟ قلت له سيلف دوت لور فريم، هيتحط على الفريم الخاص بالتكست اللي هو ده كده ماشي، والاف جي كلر بتاعه ترانسبيرنت وريديوس كذا. بعد كده اللور فريم 1 0 روز كله مسبان، طبعا هو ده تكست ما فيش كله مسبان اصلا ماشي. وبعد كده بادي 2 وده تمام. بعد كده بالنسبه لللور فريم عملنا له الجريد بتاعه عشان نحط فيه الليبل والسين اللي هو التايم والسين يعني. الليبل التايم هيتحط على اللور فريم، والتكست بتاعه المفروض مش هيبقى ده، التكست بتاعه تعالى نقول له مؤقتا كده ان هو المفروض، طبعا انا برسل الرساله دلوقتي صح، فده كده اللي هو انا بكتب الرساله دلوقتي، فالمفروض يحط التايم بتاع دلوقتي صح. فتعالى نقول مؤقتا ان هو صفر عبال ما نحط له تايم. وبعد كده الاريال تمام مظبوط. بعد كده سيلف دوت ال بي ال تايم 0 1 ستيكي، الستيكي طبعا هتبقى ايه بتاع الليبل بتاع التايم ده، هتبقى ويست لاني انا اللي ببعت فانا عايزه يبقى على الشمال ماشي. بعد كده هل هي سين ولا لا؟ انا اكون فارض في البدايه ان هي مش سين، وبعد كده المفروض اصلا انا كده كده انا اللي برسل، فالحكايه دي كلها كده ملهاش لازمه، وهو ليبل السين بس هو اللي احنا عايزينه بالشكل ده، وهيبقى ان هو في البدايه مش سين يعني الكالر بتاعه هيكون ريد بالشكل ده كده ماشي، عشان هو بيبعت وهو مش سين. المفروض بقى حاجه من النت بقى تجيله تقول له ايه ان انت بقيت سين، فاللون ده يتغير يعني. فلو جيت هنا وضغطت هنا وكتبت اي حاجه دلوقتي وبعد كده ضغطت على سند، هتلاقي اللي حصل ان هو اداك ايرور. الايرور ده بسبب ايه؟ بسبب بيقول لك ان في حاجه عاملينها باك. الحاجه اللي احنا كنا عاملينها بباك اللي هي ال بي ال تكست، كنا عاملينها باك فين؟ في الفريم بتاع التكست. المفروض طبعا ما يبقاش باك، تبقى جريد ويبقى الرو 0 وكولوم 0 طبعا. والمفروض ان احنا نعمل كونفيجر للفريم ده ان هو فيه تو روز، ولكن مش هتفرق معانا لان كده كده الويت بتاعهم بصفر الاثنين يعني. فلو فتحت كده وجيت هنا وكتبت اي حاجه وضغطت على سند، هتلاقي فعلا الدنيا تمام، ظهر علامه النوت سين والتايم اللي احنا حاطينه صفر. طبعا المفروض بقى التايم اللي هو صفر ده يتبدل بالتايم بتاع دلوقتي، زي ما احنا كنا عارفين من الفيديو اللي فات ان انا ممكن اجيب التايم بتاع دلوقتي منين. ممكن نعمل مثلا فاريبل نسميه التايم ناو بالشكل ده كده، والتايم ناو ده نقدر نجيب قيمته منين؟ ممكن نقوم قايلين تايم ناو ايكوال اللي هو ديت تايم اللي احنا كنا عاملينها قبل كده دوت ديت تايم دوت ناو ماشي. وطبعا التايم اللي هيتعرض ده هو مش تايم ناو، تعال نقول ان انا مثلا معايا تايم ناو 2 مثلا، او بلاش كده خلينا نقول اس تي ار عشان هو هيبقى السترنج بتاعه، ان هو المفروض انا هاخد الاور من هنا وهحط نقطتين فوق بعض وبعد كده الايه وبعد كده المينت يعني. هقوم عامل كده تايم ناو دوت اور بلس نقطتين فوق بعض بالشكل ده بلس تايم ناو دوت مينت كده تمام. ولكن هيظهر لك مشكله انه لو المينت دي مثلا بخمسه مثلا، فاللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان هي هتتكتب خمسه زي ما هي. لو الاور دي زي ما انت شايف كده دلوقتي تسعه مثلا، فهتتكتب تسعه. يعني ايه؟ يعني انا الاول لازم احول ده لسترينج لان اللي هيطلع ده رقم، وبعد كده تعالى نشغل واوريك قصدي. لو خدت ده من هنا كده كوبي وهو ده اللي هيتحط هنا كده، ولو فتحت وضغطت هنا هتلاقي اللي حصل ايه؟ ان انا لو بعت رساله وسنت
هتلاقي قال لك 9:46 اللي هو فعلا نفس التايم، ولكن الساعة كام؟ الساعة 9. أنا مش عايزها كده، أنا عايز يبقى 0:09، يعني عايز المينتس تبقى مكونة من رقمين. حظك أصلا إن المينتس هنا 46، إنما لو المينتس مثلا 1 دقيقة كانت هتيجي 9 نقطتين فوق بعض 1، ما كانش هيبقى 0:01. لا، أنا عايز المينتس تبقى رقمين دايما 0:01 بالشكل ده، والأورز تبقى برضو رقمين، يعني تبقى 0:09 كده لو هي رقم 1. طيب، فالمفروض نعمل الكلام ده ازاي؟ ممكن نسأل هنا نقوم قايلين مثلا ان انا عندي فاريبل اسمه اور، ده هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن الاور بالشكل ده، ومعايا فاريبل تاني اسمه مينت، ده هيبقى عبارة عن برضو المينت بالشكل ده. تمام، فالمفروض ان احنا هنا نقوم قايلين ايه؟ نقوم قايلين اف لين للاور بيساوي يساوي 1 لو هي فيها كاركتر واحد بس، يعني هتعمل اور ايكوال 0 بلس الاور بالشكل ده كده. كذلك بالنسبه للمينت، اف لين للمينت بيساوي يساوي 1، ساعتها هتقوم قايل المينت ايكوال 0 بلس مينت بالشكل ده كده. وخلينا نشيل دي بقى كده من هنا، وهيتحط بدلها ايه؟ اور، ودي هنشيلها ويتحط بدلها مينت. ولكن في مشكلة تانية هتظهر، هي دي كده تمام، يعني انت لو فتحت هتلاقي ان هي تمام، وممكن كمان تزود حكاية البي ام والاي ام، يعني مثلا هنا اي ام بالشكل ده كده. طيب، انا لو فتحت هتلاقي اني لو عملت كده هتلاقي ان الدنيا تمام بالشكل ده كده مظبوط، احنا بس ناقص ان احنا نحط هنا مسافة ولكن الدنيا مظبوطة. بس في مشكلة بقى، المشكلة ايه؟ ان مش دايما الساعة اي ام بالشكل ده، ممكن تكون الساعة بي ام، صح؟ المفروض الساعة أصلا دلوقتي اي ام لأنها 9، إنها مثلا لو الساعة مثلا واحدة هتلاقي بي ام، صح؟ فواحدة بي ام، فاللي هو هيقراه هنا لو الساعة واحدة هيقراه إن هي 13، فأنا عايز أقول له إن دي واحدة، فممكن نعمل إيه؟ أنا مش عايزه يعرض 13 يعني، أنا عايزه يعرضها واحدة زي ما هي، فممكن نعمل إيه؟ ممكن نقوم قايلين هنا هنا مثلا كده، نقوم قايلين إن الأور بيساوي تايم دوت ناو الاور بالشكل ده، وتعالى ناخد كلمة اور دي هي اللي هتتحط هنا، وجواها هنا هنسأل اف ان الاور دي اكبر من 4 اكبر من 12، يبقى اللي يحصل ايه؟ اللي يحصل ان احنا اكبر منها ويساوي 12 بقى، يبقى اللي يحصل ان احنا دلوقتي شغالين بي ام، صح؟ يبقى اذا هعمل مثلا فاريبل اسميه اي ام بي ام مثلا، وهقول ان هو في البدايه اي ام بالشكل ده. طب لو الساعه اكبر منها ويساوي 12 ساعتها هتبقى بي ام، ماشي كده تمام. وبعدين هاخد الاي ام بي ام ده وهو ده اللي انا هحطه هنا بقى عشان يبقى متغير. وكذلك لو الساعه اكبر من 12 يعني مثلا 13، انا عايز يطرح منها 12، يعني اقوم قايل اور ماينس ايكوال 12 لو الساعه اكبر من 12. ولكن لو الساعه بتساوي 12 اللي هيحصل ان هو يطرح 12 ناقص 12 هيديله صفر. يعني لو الساعه 12 هيديك صفر، وانا مش عايز كده، انا عايز لو الساعه 12 يديك 12 عادي، يعني لو الساعه 12 يديك 12. فممكن نعمل ايه؟ ممكن نقوم قايلين اف ان الاور اكبر من ال 12 ساعتها هتطرح بس، انما لو الساعه 12 مش هتطرح ولا تعمل حاجه كده. تمام، ماشي زي ما انت شايف كده المفروض تمام. ولو فتحت هو هيقول لك حكايه الاي ام والبي ام دي ويظبطها زي ما انت شايف، وضغطت هنا هيقول لك اي ام والدنيا تمام. طيب ناقص ايه بقى؟ ناقص نفس الحكايه بالنسبه للريكورد. انا طبعا لو ضغطت على ريكورد هنا وسجلت وضغطت على ستوب وعملت سند هتلاقي ان هو هيتبعت كده، برضو ناقص فيه ايه؟ ناقص فيه ان احنا نحط حكايه التايم والكلام ده، ماشي. ولكن قبل ما نروح للريكورد لازم تخلي بالك ان احنا اي رساله كنا بنكتبها كنا بنعمل لها ابند، صح؟ يعني انت لا زي ما انت شايف هنا كده فوق هتلاقي ان ده الحته بتاعت ان انا برسل رساله، صح؟ ما هتلاقي ان انا كنت بعمل ابند الليست للشات بام والرساله اللي انا ارسلتها، صح؟ لازم نضيف بقى الحاجات التانيه دي، لازم نضيف التايم والحاجات التانيه دي. فتعال ناخد السطر ده كده من هنا كنترول اكس وهنحطه تحت علشان نبقى بعد ما جبنا التايم وبعد يعني ما جبنا كل حاجه، والمفروض ان هو هيتحط فيها هو ريكورد ولا لا، فهنقوم قايلين له ان هو فولس، هو مش ريكورد. والمفروض ان هو يتحط فيها هو سين ولا لا، فهنقوم قايلين له ان هو فولس مش سين.
والمفروض ان يتحط فيها ان هو التايم بتاعه كام، فهيبقى التايم بتاعه اللي هو تايم ناو اس تي ار ده كده المفروض تمام، عشان بس ما نروح لشات تانية ونرجع تاني نلاقي الدنيا تمام. يعني انا لو جيت هنا وكتبت حاجة بالشكل ده كده وضغطت هتلاقيها ظهرت بالتايم وكل حاجة وتمام، لو رحت هنا ورجعت تاني هتلاقيها برضو ظهرت بالتايم والدنيا تمام. طيب عايزين بقى نفس الحكاية ان انا اضغط هنا على ريكورد يعمل نفس الكلام ده. طبعا انا بضغط على ريكورد ده معناه ايه؟ معناه ان هو انا عايز الزرار بتاع اللي هو السند بتاع ريكورد صح؟ يبقى انا هياخد نفس الكلام ده من هنا اللي هو اللور فريم ده كده هاخده من هنا كوبي عشان هيبقى زيه بالظبط للريكورد، وهاخد من هنا كده الكلام ده كوبي. وهنروح للبي تي سند ريكورد كوم اللي هو ده كده، ده المفروض برضو ان هو بيحط هنا الريكورد. المفروض ان احنا نعمل هنا نفس الكلام بالشكل ده كده ماشي. والمفروض ان احنا هنحط فيه بقى اللور فريم هيتحط على التكست فريم. في هنا حاجه اسمها تكست فريم؟ لا، احنا مسميينه فريم ريكورد بالشكل ده كده. طيب وهيكون الجريد وهيكون اف جي كلر ترانسبيرنت كورنر راديوس كذا، بعد كده ستيكي كذا، لون لور فريم قسمناه، التايم ناو جاب التايم نفس العمليه اللي احنا عملناها بالظبط، بعد كده الليبل تايم هيتحط فيه الكلام ده اللي هو التايم ناو، والليبل سين هيتحط فيه السين. ولكن زي ما قلنا في مشكلة المفروض ان هي هتظهر في اللور فريم. المفروض اللور فريم ده نعمل له كول ومسبان صح، عشان الفريم اللي هو البيزك فريم او الفريم يعني بتاع الريكورد اللي محطوط عليه هيكون متقسم لثلاث حاجات اللي هو زرار البلاي وزرار والسلايدر والتايم صح. فانا لازم اقول له كله مسبان هنا بثلاثة عشان يمتد على الثلاثة دول. طيب تعالى بقى نعمل ايه؟ ان انا هقول له ان انت هنا برضو بتعمل ابند للام بالشكل ده والار ان هي ريكورد ترو تمام، وبعد كده هتقوم قايل له سين هنقوم قايلين ان هي فولس بالشكل ده كده. وتعالى نقول له برضو ان احنا هنابند للتايم اللي هو هيبقى تايم ناو اس تي ار كده تمام ماشي. دلوقتي لو انا فتحت وجيت هنا وعملت ريكورد بالشكل ده، ضغطت على ستوب وضغطت على سند هتلاقيها تمام وظبطت وارسلها بالتاريخ بتاعه والدنيا تمام. لو رحت هنا ورجعت تاني هتلاقيه فعلا حمل الريكورد والدنيا تمام. برضو ممكن ترسل رساله للشخص ده كده وتعمل سند هتلاقي ان هي اترسلت وتمام. لو رحت هنا هتلاقي ان هي تمام، لو رجعت هنا هتلاقي ان هي برضو موجوده وتمام. ولكن في حاجات بقى بسيطه ان انت زي ما انت شايف هنا ممكن تلاقي ان الرساله المبعوثه ملهاش محاذاه، هتلاقي ان هي محطوطه في النص كده اللي هي كلمه 15 اللي مبعوثه دي مثلا هي اصغر من المساحه اللي واخدها التايم، فعشان كده هتلاقيها اتحطت في النص كده. انا عايز المحاذاه بتاع التكست اللي مبعوث ده يكون على الشمال، يعني المحاذاه بتاع التكست دايما سواء المبعوث اللي هنا او اللي هنا يكون على الشمال. فممكن نعمل الحكايه دي ازاي؟ عن طريق ان التكست ده اصلا بيكون في بي تي سند والانت شات. فبي تي سند اهو هنعمل ايه؟ هنقوم قايلين له الليبل بتاع التكست ده اللي هو ده كده هنخلي الاستيكي بتاعته على الشمال يعني ويست بالشكل ده كده تمام. وبرده نفس الحكايه بالنسبه للانت شات اللي هي اللي تحت هنا كده برده في لو اللي مبعوت نص ده كده، لو اللي مبعوت نص ساعتها هنخلي برضو خاصية الاستيكي تبقى على الشمال بالشكل ده كده، بحيث ان انا لو فتحت وضغطت هنا هتلاقي فعلا الاستيكي على الشمال، لو ضغطت هنا هتلاقي برضو هو الاستيكي جات على الشمال والدنيا تمام. تعال بقى نعمل حاجات بسيطة ان احنا نغير مثلا لون التايم المبعوت ده، يعني اللون ده كده هيتغير بحيث ان انا هاجي هنا على اللي بيقل تايم اللي هو ده كده وهقول له التكست كلر بتاعك كنترول زد والتكست كلر ان هو عباره عن ايه؟ تعالى التكست كلر بتاعه سيبه كده عشان يدينا بس ايرور عشان نعرف نرجع فين. وتعالى هنا هنحطه هو نفس اللون بتاع الليفت فريم اللي هو اللون ده كده، بحيث ان انا لو نزلت تحت هنا بقى كده هحطه هو نفس اللون بتاعه، يبقى ده كده اللون بتاع التايم المبعوث كده تمام. والمفروض انه اللون ده هيتحط برضو فين؟ هيتحط في التايم
لو انا اللي ببعت ريكورد، ولو انا ببعت ايه، ببعت عادي، رسالة عادي. طيب ده لو انا ببعت ريكورد المفروض، فهنحط فيه التايم هنا كده الكالر بتاعه. وكذلك لو انا ببعت رسالة، فموجودة فين؟ موجودة هنا في البي تي سند كوم رسالة، هتلاقي التايم اهو، فهو المفروض هيتحط هنا برضو. فكده تمام، بحيث ان انا لو فتحت دلوقتي وجيت هنا هتلاقي التايم بقى بالشكل ده كده، ولو كتبت اي حاجة وضغطت على سند هتلاقي فعلا التايم بقى بالشكل ده. ولو رحت في اي حتة ورجعت تاني هتلاقي برضو التايم زي ما هو، ما فيش اي مشاكل. ولو انا سجلت ريكورد وضغطت على ستوب وعملت سند هتلاقي التايم برضو زي ما هو، ما فيش اي مشاكل. ولكن في حاجة بسيطة بس محتاجين ان احنا نعدلها. ايه الحاجة دي؟ الحاجة دي ان زي ما انت شايف هنا النص، يعني بعد ما انا عملت مثلا، تعالى هنا، بعد ما انا مثلا بعت كلمة وضغطت على سند، الكلمة اتبعتت اهي، واخر حاجة اتبعتت موجودة اهي، تمام. ولكن التايم ما اتغيرش. المفروض التايم ده زي ما اخر حاجة اتبعتت اتعدلت، التايم برضو ده يتعدل، يبقى هو التايم المعروض هنا اللي هو 10 15 ده. طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق ان احنا كنا بنسجل اصلا الانفو، المعلومات يعني اللي هو اخر حاجة مبعوتة، كنا بنسجلها في ليست اسمها ليست ليبلز انفو، صح؟ عن طريق ان انت هنا لو جيت تشوف هتلاقي ان انت في وانت بتعمل لود للشات زي ما انت شايف كده، اما هنا بتيجي تعمل لود للشات هتلاقي اللي بيحصل ايه، ان انت كنت بتعمل ليست للانفو دوت ابند للليبل بتاع الانفو اللي هو موجود فيه اخر حاجة معروضة. طيب تعالى ناخد ده من هنا ونحطه تحت هنا كده، بحيث ان انا هحط فيه حاجتين، مش هحط فيه الليبل انفو بس، هحط فيه لستة. الليستة دي هيكون فيها الليبل انفو وهيكون فيها الليبل تايم، عشان برضو انا عايز اغير في الليبل تايم ده ولا حاجة. تعالى نشوف احنا كنا بنأكسس دي فين. هتلاقي ان انت هنا كنت بتأكسسها بس في السطر ده كده، فاذا انت هنا كنت بتاكسسها على اساس ان هي ويجت مش لسته. انا عايز اقول له لا، ان هي لسته، فهو مايل اوف زيرو بالشكل ده، عشان كده يا اكسس الايه، يا اكسس اخر معلومه مبعوثه ويحط فيها المعلومه اللي اليوزر دخلها. طيب وبعد كده عايز انسخ نفس السطر ده كوبي، بس المره دي هيكون الاندكس واحد وهيتحط للايه، وهيتحط التايم اللي هو تايم ناو اس تي ار اللي احنا عملناه بالشكل ده كده، بحيث ان تايم ناو اس تي ار ده اصلا المفروض يتعرف تحت. عشان كده احنا هناخد السطرين دول كده من كده كوبي او ايكو تريليكس يعني، وهنحطهم تحت هنا كده لان تايم اس تي ار متعرف هنا اهو. فكده تمام. طيب ده فين؟ ده لو انا ببعت رساله. طب لو انا بقى ببعت ريكورد المفروض نفس الحكايه برضو، يبقى لو انا ببعت ريكورد اللي هي سند ريكورد اللي هي دي كده، المفروض يبقى فيها نفس الحكايه برضو، بحيث ان انا هاجي هنا كده وهقول له اخر حاجه مبعوته هتكون ايه؟ هتكون كلمه ريكورد بس، وهنا التايم المبعوث هيكون تايم ناو اس تي ار، بحيث ان انا لو جيت هنا وضغطت هنا وكتبت اي حاجه وضغطت على سند هتلاقي التايم اللي هنا هو التايم اللي اتعرض واخر حاجه مبعوته اتعملت. لو جيت هنا وسجلت ريكورد مثلا وضغطت على ستوب وعملت سند هتلاقي فعلا اخر حاجه مبعوته الريكورد والساعه كام. لو رحت هنا هتلاقي الدنيا حملت وتمام، لو رجعت هنا هتلاقي برضو الدنيا حملت وتمام. لو شغلت الريكورد وسجلت ريكورد مثلا وضغطت زي ما انت شايف الدنيا شغاله تمام.